اليوم تشرفنا بزيارة حكومتنا وجدنا المناضل أبرام كان مثيان وهو مناضل كبير من أنيايوان وناضل من أجل هذا البلد الطيب وهو بحكي لنا عن زملاء بتوع وأولاده اللي شاركوا معه في أنيايوان وبتحكي قصة إنه هما كانوا في الزعير مع الرئيس جارل سلفا كير مايارديت وهو يعرفه معرفة شخصية وبرسل رسالة بتوع بأنه الناس تهتم بالبلد ويعملوا سلام ويشوف طريقة بتاعت مصادر الدخل عشان أي مواطن في جنوب السودان يكون عنده قروش. هو البحكي في الحتة دي وهو كان رئيس بتاعت اللجنة في أنيايوان كان برأس 109 نفر وهو كان بمثابة وزارة يعني كان بالمستوى بتاع وزير يعلم جيدا انه جنوب السودان استغل من السودان وكان لسه بيحكي عن زمن بتاع السودان عن القطارات والعربات واشياء هم عملوها وبتحدث كثيرا عن منطقة الرويو
عنده زملاء بتاعه من ابناء البحيرات ولا راسهم غير قوم وناس كتار من الناس اللي كانوا معه في نيانيوان. وكذلك نائب رئيس الأسبق جوزيف لاغو هو الآن في عمر بتاع 119، لكن يحكي إنه هو وصل 140. إحنا بنصلي لربنا باسمه إنه ربنا يحفظه، وبيطلب الآن إنه لابد يمشي لمنطقة الرؤية. هارون بوان وزير بتاعه 40 140 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. وإن شاء الله وين جي كان هناك من 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 سكر بابا سلام 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 سكر أراغو تنتنين يلوغ ألوي أسير جنة جنيار ياو أغير جنيار ياو جنيار ياو مار وضع بنا مانيكو غوي دم كل رسالة غري يا زميل غري كي رسال فاكير ما يار دي پايا غنوا يي مان دونغ أغي ين دونغ أغي دينا ألن كير لكن حكومة أكل تونغ أكل حكومة يا يابانا تونغ أكل أنو يو يين دي سال فاكير و يو يين جن مارن بقول لهم لكن واجو بي يقول جن بي قوانغا أيوة ولكن كنا ميرا أقو باق أرقون كل باية أعلن كل باية نيو أبيت بدك توقو مكلا توقو يسو كريسو تجا تيجو تبارا كوم كرسدان أم سدان أطلع غير مكتب تعليم كرجن أكو كوان بيه بشور أكنا وي سدان بيه جو أي ويد دمان إنجليش دمان بي أوي أني دوك دان أكو كوان بيه بشور ما بينا كوان دان أبينا دوك دان أكو سدان لكن أكوان يعني أبارا الناس بيه كلو الناس بيه كوان يزيرو أبارا وستاشر يزيرو ناكو بقويرا وجان ناكو